¿Cuál era la de salvado? ¿No se llama fino de la No, no, no. Así nos va a aceptar ahí, ¿no? No, no, al esclavista no le va a dar. No, también es abajo. مش عارف اعمل ازاي الفلوس عايز الفلوس عايز كان هو اللي بيبيع العمليه ياخد منها عمليه بقى. يا جماعه انا تصفيق من اول حاجه هقدر يعني انا محتاج جدا ان انا افتح الجوي بتاعه واوصله للسنين، لان انا لو عملت شغلت النهارده شغلت اي حاجه فيه من غير ما اوصله للسنين يبقى الفكرة كلها انا هلاقي واحد موجود اول حاجة ترتيب الالجوريزم احنا فاكرين اول حاجة اوي كوميتنج سيركيوليشن هنفرق ما بين نقطتين نقطة الايروي اللي هي اول حاجة ونقطة الكوميتنج اللي هي ثاني حاجة قصة الايروي ان انا الايروي انا عايز افتح السكة اللي هتوصل الاكسجين بعد كده اوصله الاكسجين ده التركيب بتاع المنطقي افتح الايروي ادخله الهواء الاول بعد كده هدور لحد الهواء فين ايجر انا هديه للماستر ماوس تريس ايجر هديها دام بوبير وات ايفر كاتيه ديزاين يبقى اول حاجه احنا متكلمين عليها الايروي في حاجات ممكن اعملها بيني وفي حاجات احتاج فيها ديفايس تبقى موجوده معايا والديفايس يعني حسب التعقيد ده هنبدا بالسمبلست والايه اول حاجه في حاجه اسمها ايه الجوس راس مانوفر والهيد ليفت سنتر اول حاجه انا جيت على الطبيعي بتاعنا كلها بنعمل ايه؟ وانا عايز العيان كده يا عم التفاعل ولا لا التفاعل ولا لا واحط ايه؟ ويني جنب بوتوس ببص على الشيفت بتاعه صح؟ احنا بنعمل كده. طيب بعد القصه دي كلها لقيت مثلا ايه ويني مقفول باي حاجه اول حاجه هعملها مع عيان ايه؟ هات في معي اول حاجه هعملها مع عيان عايز افتح الويني معيش اي حاجه خالص. هتعرف الجسم عامل ازاي؟ هتفضل انك انا ممكن نعملها بقى. انا عايزين انت الاكشن ده مش عارف بص يا جماعه الجوز سطح المنبر ازاي؟ انا بحط صابعي هنا هنا على الانجل بتاع المندبل بحط صابعي الثاني على فين؟ على التشين على التيب بتاع التشين بعمل ايه بقى؟ بص حضرتك انت عملت ازاي؟ انت قمت عامل كده صح؟ انت فتحت له بقه قفلت له الدرجه كده بص حضرتك انا بره حضرتك كده دول رفع المندبل فوق ودول عمل ايه؟ عمل بوش فورورد الفكره بتاعتي انا كده رفعت المندبل فوق ان انا شديت البيز بتاع التانك اجينست البوستيريو فارنجيال وول هو قافلها كده لا انا شديتها قدام يبقى كده فتحت له ايه؟ الاوروفارنكس نفس الوقت عملت ايه كمان زقت التشين قدام يبقى انا كده ايه فتحت له الماوس بتاعه يبقى دي اول حاجه اعملها دي ايه؟ جوستاس بلوف في الطريقه الثانيه اللي هي بنعملها كده ان انا عندي ايه اللي هو الهيد تلت تشين ليفت ان انا اقوم ماسك راس العيان تانيها لتحت كده ورافع دي لفوق بس دي ما حدش بيحب يعملها قوي عشان ايه؟ لو في عيان سيرفيكال فراكشر يبقى انت كده حولته من يعني ايه نقول لو من انجري بسيط جدا حولته لكمبيوتر كوادر ديزي يبقى احنا اول حاجه بنعملها الجو سراس كونفر حتى الراجل لو عينكم مضروب قدام هنعرف ازاي انه عنده فراكشر سباين اساسا لا احنا بنتكلم بالسيفتي اي عيان قدامك سسبكتد ان هو في كل الفراكشرز اللي في الدنيا انت تضرب اذر وايز بروفد بايه؟ بالسي تي يبقى انا اي عيان قدامي بتعامل ان هو في فراكشر سباين وات ايفر بقى اللي بيحصل ايه القصه دي عملولها انتجريشن ديفايسز معقده جدا عشان السسبكشن ده لان انت كده بتحاول عيان ما بين سيمبل انجري بسيط جدا بتحاول عيان كوادري بليجيك وكل الكومبليكيشن طب دكتور طب انا هفضل ماسكه كده عشان انا شور البيتنت اير وي لا حضرتك هتعمل ده حاجه ايه ده اللي في ايدك معكش حاجه غيرها هتفضل ماسكه كده ويجي واحد تاني يعمل سي بي ار ويعمل القصه دي في ديفايسز بسيطه بقى اول حاجه هنستعملها اول ديفايس معانا ده الجوز راست يا جماعه معلش انا فاكر اكلم فيه انا دلوقتي ساعتي انا اسف ده الجوز راست اللي الدكتور يعني كان بيوريكم عليه دي الصوره الفيديو بتاعته كبر ده
تاني حاجه عمل ديزاين بسيط جدا هو ايه الغرف الفرنجيه من حاجتين من غرف فرنجيه اللي معانا ده ونيزو فرنجيه نيزو فرنجيه مش متوفر قوي فاحنا مش هنستعمله الغرف الفرنجيه اللي معانا هو عباره عن ديزاين بسيط جدا كل الفكره بتاعته الحركه اللي انا عملتها بايدي هعملها دي مش اكتر ولا اقل هو عباره عن معمول من البلاستيك ومعمول هنا حاجه عامله له reinforcement عشان العيان لو هيعض او حاجه ما يقومش على خطوطه بتاع عشان يفتح الايروي ويقوم هو يكز على اسنانه يقوم قافلها كمان ده هو حاطين هنا reinforcement كده عشان حتى مهما يعض في الدنيا ايه بيتنت معايا بعرف الناس بتاعه ازاي افتكروها ما بين عظمتين عظمتين او حاجه سوفت الحاجتين بعرف ايه يا اما بحيث هنا النزل تب هنا لغايه الوجود بتاع الايد او التب بتاع الشين لغايه المد بس على التايتين دول يا بس على عين كده يا بس كده ماشي بدخله ازاي بقى ممكن حد معايا كده بدخله ازاي يا جماعه انا بحط الاول مقلوب وبعدين الفه واعمل له ادفانسمنت لغايه ما يثبت في مكانه ليه انا ما بدخلوش كده على طول حد يقول سبب عشان مش هيجري الفلكس لا ده الفلكس انت عندك عنك مطوز كل الفلكس بس عشان عشان ما يشيلش الطنط معايا يقوم هو ايه بدل ما انا بشدها قدام يقوم زيها معايا يقوم ايه باخدها لورا ده اول مره في كونتر انديكيشن ليها؟ لو في اكستنسف تومر في المنطقه دي ما اقدرش اعمله بالنظر ده النيزو فرنجيال هي حاجه بالظبط شبه التيوب دي بس قصيره بتتركب من النوز وتقف عند اخر النيزو فرنجيال دي مش معانا دلوقتي يبقى احنا اتفقنا اول حاجه ان هي جوست فاست منوفر واللي هي تلت تشين ليفت تاني حاجه نيزو فرنجيال ديوي او غرف فرنجيال ديوي ماشي ثالث حاجه بقى اللي هي حاجه الناس كلها طبعا ايه تحب تبص عليها بس فيها بقى حاجه بسيطه جدا عملوها برضه وده اللي بس معقد شويه هي بعد التيوب بس من حيث الترتيب بتاعها في الفيز بتاعي بس فرنجيال ماسك كل القصه بتاعته ان هو بيخش حاجه تخش كامل سيني منطقه الغرفه دي تخش كده نيزو فرنجيال اللارنجال ماسك ده يا جماعه عباره عن جهاز كده بيعمل سيلينج منطقه الغرفة فارنس يعني انا بدخله ومظبوط في العيان تبقى المنطقه دي مغطيه ايه؟ دخلت اللارنس بالظبط والتب بتاعه هنا يبقى واقف على ايه؟ على الهيت بتاع الوسط واضح يا جماعه؟ دي بتبقى مغطيه الغرفة فارنس دي واقفه عند التب بتاع الوسط يعني هنا تبقى فاتت اللارنس ماشي؟ القصه بتاعته ايه؟ نقطه بلايند انا برضه مش محتاج ادفانس تكنيكس معايا بيتركب ازاي هنتكلم مع بعض بس هو بيعمل الابلكيشن لمنطقه الدرسه بتاعته مش هنا بعمل الابلكيشن هنا هو مستيس فايلنج على الهارد بلد لغايه ما هو بينزل في البوزيشن بتاعه كل مقاس منه مكتوب عليه عشان يسهل على المصريين يعني الوزن بتاعه اللي انا هستعمله وهيتنفخ بقد ايه كميه هواء انا بركبه الاول وبعد كده انفخ ايه في المنطقه دي فتعمل تدريس اللي تلفي الدنيا ما يبقاش في اي ايرور اما الشرح قدام جيوش نعم؟ مش عارف هينفع انك كده صح لسه ما عملناش الابلكيشن بس هو بيركب كده يعني هو طب ازاي كده؟ بص حضرتك انت بتاخده كده وتزقه تحت عشان تيجي تشوف هنركبه يعني بس هو انا عملته كده هو مش زي الطنج ولا حاجه هو نايم ورا الطنج عامل سيرز المنطقه دي اخر حاجه اللي هي بقى ايه موضوع الانتيوبيشن طبعا الانتيوبيشن دي حاجه ادفانس جدا
ويعني بتحتاج واحد سكيلد عشان تعملها، مش مثلا هتلاقيها قدامك في اول يوم كده هتركبها في عيان، بتحتاج ترايلز كتير جدا. خلينا متفقين بس الاول هنختار السايز بتاع التيوب ازاي. هنختار السايز بتاع التيوب ان انا بقسم الاتش على 4 زائد 4. ده حلو كويس جدا لغايه تطلع اكبر من سنه. ببدا اطبق عليه القاعده دي، لان من سنه لان راكب من 2 ونص ل 3 مثلا 3 ونص. يبقى السايز الاتش على 4 زائد 4. دي طريقه. في طريقه ثانيه تزود معقده بالبودي سيرفيس اريا واللينس والقصص دي. وفي طريقه ثالثه بقول لك ايه، في الدايمتر بتاع بيت الفينجر ابلكيشن عندها ثلاث طرق نعملها. النص ابليكابل اللي يرجع على 4 زائد 4. اللينس حد عارف اللينس بتقاس ازاي؟ اللينس بدخلها لغايه قد ايه؟ مش عارف. ايه ده عايزين ده؟ يبقى نفتكر ارجع على 4 زائد 4 ده ايه؟ سايز. وارجع على 2 زائد 12 ده ايه؟ اللينس. ماشي؟ متفقين على القصه دي. يبقى لو قلنا مثلا عيان عنده 16 سنه هيركب يوتيوب كام؟ في طرق كتير جدا. اول حاجه ان انا ببقى شايف التيوب بعيني وهي معديه تدرج، دي يعني دي حاجات شطور جدا. ثاني حاجه ان انا اشوف التيشيرت بتاعي بيبقى اكسباندد عن ناحيتين زي بعض. الحاجه الثالثه ودي اهم حاجه انا بعمل اوسبرتيشن، دي برده الموست ابليكابل. فاهم دي حاجات لايف يعني حاجات اندست يعني. طبعا حضرتك تجيب ام باج تربط التيوب تسمع ايريكال وبيزر على الناحيتين. لازم يكون يفضل في الرابعه. الجزء اللي هم احنا جايين عشان النهارده هو تركيب التيوب جديدا يعني. فاول حاجه بالنسبه ل ماسكه الرينج الكود بمسكه في ايدي الشمال مش في ايدي اليمين. بمسكه في ايدي الشمال خلاص. نسلقه احنا بنجرب هنمسكه في ايدي اليمين. نمسكه في ايدي اليمين بتاعت اليمين. ماشي ده اول حاجه انا بمسكه في ايدي الشمال. فبخش من الرايت سايد بتاع الماوس بتاع عيان. انا ماسكه في ايدي الشمال وداخل منين؟ من الناحيه اليمين. مش الهدف بتاعي ان انا اسوق الطنط قدام، لا ده انا الهدف بتاعي ان انا اشدها على الليفت سايد يبقى ارفع قدام الدمي. يبقى انا هخش من الناحيه الشمال من الناحيه اليمين بتاع العيان اشد الطنط فين؟ الناحيه الشمال. يبقى افتكر ده الناحيه الشمال مهم عندي قوي. ماشي؟ حركت مين بقى؟ لغايه ما بان عندي يبقى انا عندي دي بالظبط. عباره عن ايه؟ خطين بيض كده ما بينهم لو ذكر اللي هو البلس نازل وفي خطين بيض بينهم فتحه سوداء. انا عايز الفتحه السوداء دي ادخل فيها دي التيوب بتاعي ده اللي بتاع كله. فلو عملنا رسم انتيوبيشن بالمنظر ده بسرعه انا ماسك المزار دي الشمال اهو دخلت من ناحيه اليمين بتاع العيان مسكت الطنجره من ناحيه الشمال وعندي فتحة الجلوس وهم دخل فيها ايه؟ ده الام بتاعي. بعد ما كده بنفخ في القاف دي. بنفخها بقد ايه؟ غالبا بنفخها من 5 ل 7 سم لها مقياس المفروض بيقيس الضغط فيها عايز 15 سم ميه. فتقدر يعني تفخها ب 5 ل 7 سم ميه بعدين بوصل على الانبوبات نفس المنظر ده. وبعدين بيبقى معايا اسيستنت بيسمع الفور السايز احنا قلنا بيسمع 2 ايريكال 2 بيدر بشوف الدنيا اخبار. طيب انا ركبت التيوب بتاعتي ركبت التيوب خلاص مفيش فيها مشاكل وما سمعتش حاجه يبقى انا فين؟ احتمال ان انا في الصوت. طب انا ركبت التيوب وسامع على الرايت سايد مش سامع على الليفت سايد يبقى انا في الرايت بوينت.
والعكس ممكن لو نجبت طب ركبت الديون ومستمع اي حاجه في اي حته خالص يبقى في ضغط او في اي حاجه في ديفايس تانيه الايروي في ديفايس بس حاجات مش مكتوبه لا في الفيزيك لا سبورت ولا في الادفانسد لا سبورت مكتوب فيهم ايه في حاجات الفايبر اوبتيك سواء منه غير الفايبر اوبتيك او الفيزيكال فايبر اوبتيك في عندنا حاجات اسمها لايت ويف حاجات يعني تكنيكس متقدمه كتير جدا بس المكتوب اول حاجه انت ليه تعينت في الشارع عشان بس تراجع حاجات بسرعه مستوى العملي العملي احسن طبعا يعني انت اول حاجه ليه تعينت في الشارع هتعمل ايه؟ اول حاجه سيت موفر انا اول حاجه الاي بي سي دي بتاع اول حاجه الاي شوف الاي واي هنا في الاي واي بقى تمام يا اما تشيل ليفت وهيد يا اما اعمل جوست طيب بعد جوست اكتر حاجه فكر فيها هو الاي أظن أتركم معاكم اللي هو إيه؟ هنعمل إيه؟ هتبقى السؤال بتاعه زي إيه؟ 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 عيان وتعملوا الحاجات دي إحنا كنا ربنا راحة ونركب على الله. ثالث حاجة؟ لا يزال مصر. فنكتبه لأن ده تايم تكنيك. خلاص بقى إحنا متقدمين وعندنا حاجات أدفانسد كل واحد معاه كيبو ومنظار كبيرة. هتعملوا ايه؟ يوضع المنظار السند بتاعها هنختاره ازاي؟ بطريقة؟ لا ايه يا كنت هتنشر ده نمس احنا سنفكر في الطريق والحاجة الثانية نزل تنجر والتالتة اللي شرط احنا المعنى طيب الرقم اللي انا بقول كيو 7 ونص و 8 ده اللي جيت ايه؟ الرقم ده 7 كيو 7 كيو 7 كيو 8 مع السايد ده ايه؟